السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جينا نقدم لكم خياطة في صالة ديال الجلابة كانيش بالقطاعي بخانسيس، والزوج ديالي هو اللي غيشرح لكم الطريقة. يلا وريهم الطريقة. لا كناخدو عندنا العبارات ديالنا، كناخدو أولا بعدا الكانيش. الكانيش خاصو دائما كيتفصل على اتجاه واحد، اتجاه واحد كيتفصل هكذا. ودائما الكليان ديالنا نطلبوا ليه يجيب لينا التوافي، لان هذا ما كيتقلبش، كيتقلبش على جوج جهات، لانه كيتفصل على اتجاه واحد. دائما الا كان عبار كبير 3 متر، كان عبار متوسط 2.5، كان عبار صغير 2.40 2.30. دابا غادي ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تفصلوا جلابه كانيش بطريقه زويونه وما تلقاوش مشاكل مع الكليان نهائيا. اولا كناخذوا اولا بعدا التوب ديال الكانيش، كنبداوه من التحت، من التحت ديالو دائما كناخذوا الاتجاه الكبير الفوق، كنبداو الجلابه من التحت. دابا ناخذ الطول ديالنا من التحت. دابا بحال مثلا عندنا في الطول ديال هادي عندنا مثلا متر و38، متر و38 غناخذوها من لهنايا من الاخر. دابا انا حيتاش عندي هنايا هذا راه زايد، غادي ناخذها من هذه البلاصه هادي، ها هي من هنا، يعني تقريبا متر 38 زائد 4 سنتيم زائد 5 هي متر و43. غنديرو متر 43 هنايا، غنديرو بحال هكذا، حيتاش هاد التوب هذا صفر كنطراسيه بالستيلو. مثلا التوب يكون في اللون اخر كنطراسيه بلاكري او بالصابونه، صابونه رطبه هي كتجي مزيانه مخيره كاع فهاد الكانيش، حيتاش دابا هاد الكانيش كيتجمع الصابونه كتزلق. دابا غادي ناخذ حنا هادي، خدينا الطول ديالنا، غادي ناخذ القياسات. او وثاني حاجه بالنسبه للفصاله اللي بغيتي تجيك مزيانه، ما تفصلش الظهر فوق القدام، دائما فصل القدام بحديتو والظهر بحديتو. انا ملي غنوصل الظهر غادي نشرح لكم كيفاش. دابا مثلا هذا عندنا العبار ديالنا، عندنا هاد السيده عندها في الصدر كامل 92، عندها في الطاير 84، عندها في الهونش متر 14، قلنا في الطول متر 38، عندها في الطول ديالكم 59، عندها في الظهر 37. هنايا ملي غنبغيو نخيطو، هنايا ملي غنبغيو نهبطو بالصدر، الصدر كنقسمو على 4، اللي عندنا شحال عندنا 92 مقسومة على 4 غتجينا 23، نديرو 23 وغادي نهبطو ليها. هادي مثلا ب 38 في الطاي، 39 في الطاي، وغنزيدو 20 على ديك 39، يعني 59. الطول ديالنا الرئيسي اللي هو متر 38 زائد هاد السنتيم هادو، دابا نشرح لكم كيفاش اللي زدتو هنايا، زائد 4 سنتيم هي 43. نعاودو نفس الطريقة من لهنايا عاوتاني، كنهبطو ب 23، عندنا 39، عندنا 59، كنهبطو الطول الرئيسي ديالنا اللي هو متر 39، هذا متر 38 زائد سنتيم هي متر 39 زائد 4 هي متر 43. دابا غنمشيو نبداو القياسات ديالنا. دابا غادي نكمل معكم حيتاش توقفنا شويه كان الاذان، حنا توقفنا. دابا غادي نكملو، قلنا عندنا 92 هبطنا ب 23، 39، 59 الطول ديالنا الرئيسي. دابا غادي نبداو الصدر. الصدر عندنا مثلا، عندنا دابا في 92 غنديرو الربعة ديالها هي 23، هاد الكانيش هذا كنزيدو غير 3، ولكن في التوب العادي كنزيدو 4، هذا حيتاش كيتيرا كنزيدو غير 3، لأن لازلت غير سنتيم تيجيني غيجيك مزير إلا كان التوبة، لازلت تيجي جوج سنتيم، زيد 3 سنتيم، وفي العبارة في التوب منين ميكونش كيتيري كتزيد 4 سنتيم هنايا. نفس الطريقه هنا عندنا في العنق غادي ندخلو ليها 8.5 لانه عبار صغير. عندنا في الظهر 37 مقسومه على 2 هي 38.5، 38.5 و 2 هي 20.5، 20.5 كنهبطو هنايا ب2.5 في الكتف، كنسطر ديالنا الكتف ديالنا بحال هكذا، وكنجيو عاوتاني للطاي. الطاي شحال عندنا؟ الطاي عندنا 84 مقسومة على 4 هي 21، 21 زائد 2 زائد 2 هي 23، 23 زائد 2 ديال البخانسيس زائد 2، هنا حتى حنا غنزيدو 2 ديال البخانسيس ما زدناهاش. في الهونش عندنا متر 14، متر 14 مقسومة على 4
عندنا 57 هي 28 اونص، 28 اونص، وجوج ديال الخياطه هي 30 اونص، 30 اونص عاد زائد جوج سنتيم ديال البخانسيس. هنايا فتحت كنديروا ليها مثلا هذا بار، هذا نديروا ليها مثلا 40 سنتيم، 40 سنتيم زائد جوج ديال البخانسيس. هذا بالنسبه للقدام كنلاقيو هاد الشيء، هادو اللي عندنا دابا انايا كنلاقيهم غير بيدي، ولكن بالنسبه للمبتدئين يستعملوا بحال هاد المسطره، يستعملوا مسطره لا ريجل كوربي. انا كندير هاد الشيء بيدي، ولكن للمبتدئين يديروا لا ريجل كوربي بحال هاد. ها وهنايا كنقلبوا المسطره للجهه الاخرى، لان عندنا هنا لي هونج، ماشي غنديروا ليها بحال هكا، الا درنا ليها بحال هكا كنقلبوا المسطره هكذا باش، حيت دابا عندنا لي هونج هنايا نديروها وكنسطروا لتحت، كنسطرو نيشان نيشان لتحت، نيشان لتحت. هنا العنق كنهبطو هنايا بعشرة سنتيم، هنايا كنهبطو بعشرة سنتيم، عشرة سنتيم. هنايا هنايا مثلا عندنا عشرين أونص، كندخلو هنايا بعشرين أونص. انا هادي انا هادشي غير حيت بالنسبه للمبتدئ، انا ما كنديرش هادشي هذا، انا بالنسبه ليا راه كندخل ديري هنايا ملي غنبغيو نديرو القدام كندخلو في القدام، كندخلو في القدام واحد سنتيم ونص هكذا باش كيجينا القدام داخل، القدام داخل على الظهر. هنايا عندنا فين غنديرو، فين غنديرو البرانسيس ضروري كنزيدو واحد سنتيم ونص بحال هكذا باش ما يجيناش ناقص. هنايا غادي ندخلو مثلا هنايا حيت عندنا مثلا هنايا عندنا 28 ندخلو هنايا بواحد 12 سنتيم، 12 سنتيم هنايا، 12 سنتيم هنايا، 12 سنتيم. هاد المسافة هادي كتهبط بها، دابا كاين لي مثلا كيدير كيقسم حتى هاد المسافة على جوج كيهبط، هذا خطأ فادح، لأن دابا واحد الكليانة جاها مثلا هنا عريض وبغات تنقص، أنت ملي كتجي كتنقص ليها من لهنايا كيولي هاد البلاصة مثلا صغيرة، دائما هاد المسافة هي اللي كتكون غادا متوازية، يعني من هنايا نهبط نيشان باش واخا مثلا يجي كليان ديالي ولقى مثلا شي مشكل ونبغي نقص، جلابة عندي تبقى متوازية، ما تبقى ما يكونش فيها الديفو مثلا صغيرة من جهة أو كبيرة من جهة، لأن دابا هاد الجهة يمكن ليا نقص منها. هنايا كندوروها بحال هكدا بهادي مثلا، كنشدو هاد الميز على ريكل كوربي كنلاقيوها بحال هكا، دابا مفهوم. دابا ها القدام ديالنا، دابا القدام ديالنا غادي نقطعوه، القدام ديالنا غادي نقطعوه بحال هكدا. دابا حنا قطعنا القدام ديالنا، قطعناه من هنا، غنشدو التوب غنقلبوه في نفس الاتجاه، نفس الاتجاه، لان هاد الكانيش هذا اصلا كيكون عريض شي شويه، نفس الاتجاه كنقلبوه، ما كنقلبوش الى الفوق، كنقلبوه نفس الاتجاه باش غادي نفصلو الظهر ديالنا باش يبقى هاكدا التوب نفس الاتجاه. دابا هذا حيت عبار صغير يعني بقى لي اتساع، دابا مثلا يكون عبار كبير هنايا راه ما غاديش يجيني هو هذا، خاصني نطلع دابا نصلو ان شاء الله شي جلابه تكون عريضه وغادي نوريكم عاوتاني كيفاش، كيفاش هذا دابا مثلا عبار صغير غادي ما غنلقاش مشكل في التوب، واخا يكون التوب مثلا ناقص. دابا غادي نحطو الظهر ديالنا، نحطو الظهر ديالنا باش القدام ديالنا غادي نحطوه باش نشرح لكم كيفاش. عاوتاني كنخليو سنتيم هنايا، هذا هنايا كنخليو سنتيم، سنتيم ديال اللي كنا زدناه، لان الظهر ما فيهش الخياطه، الظهر مسدود، كنجرو كنخليو سنتيم ديالنا بحال هكدا، كتجي طريقه مزيانه ما كتلقاش مشكل، حيت دابا الظهر الظهر اصلا راه ماشي بحال القدام، ملي كتفصلو فوق الظهر فوق القدام ربما دائما كتجيك عريضه ولا كيجيك سنتيم زايد ولا هذا. وهنايا هنايا دابا كندير سنتيم سنتيم، ملي كنجي هنا الظهر حيت الظهر داخل شي شويه كنجر التوب، كنجر واحد شويه التوب لان الظهر كيكون داخل شي شويه، حيت دابا مثلا ملي كتكون خياطه في الظهر هنايا راه كندخلو به، ولكن هنا ما عندناش هذا، كنجر التوب شي شويه مثلا واحد سنتيم هكذاك باش يجيني الظهر داخل شي شويه، كتجي داكشي كتجي داكشي رفيع يعني بصراحه، واخا كاع بلا ما ندير لا خياطه في الظهر لا والو كيجيني داكشي زايد مزيان. دابا حنايا قدام حنا درنا فوق الظهر، دابا حنا غنقطعو،
دابا حنا غادي نقطعو هنا في الدار بلاتي بعدا ما عبرناش الدار ديالنا. الدار ديالنا قلنا فيه فيه 37 18 اونص، هنايا خاصها تكون عندي 19 اونص. هي 19 اونص هذا واخا يكون ناقص شويه يعني تشوف في التيره 19 اونص ديالنا. ها هي هنايا حيتاش غنزيد سنتيم، هنايا غنزيد سنتيم في الدار، غنطلع في الدار شي شويه هكذا سنتيم. ها هاد سنتيم هذا انا زدت سنتيم هنايا، هاد سنتيم اللي زدتو لانه زدتو غنقصو من القدام، غنقصو من القدام كنقطعو عاد غادي نصاحبكم كيفاش كيفاش هداك السنتيم. لان دابا شحال من واحد كيشد كيقطع جوج سنتيم من القدام، ملي كيقطع جوج سنتيم من القدام كتلبسها الكليانة الدار كيتجر ليها من اللور، لان هداك جوج سنتيم هداك ما زدناهاش حنايا، لان زدتي شي حاجة خاصك تزيدها في التوب. انت جديتي قطعتي جوج سنتيم مقصيها من القدام وما زدتيهاش في الدار. هنايا ملي كنبغيو نقطعو هنايا الطول حيت قبيله ما قطعتش، كنطلع واحد باش ما يجيونيش الجناب هنايا طايحين، كنقص واحد 3 سنتيم تقريبا باش كتجيني الجلابه مع الجناب ما تجينيش طايحه مع الجناب. هنايا غادي نرجعو هنايا لهاد السنتيم اللي زدت في الظهر، هنايا هاد السنتيم اللي زدت في الظهر لانني زدتو هذا زايد على العبار، نقصو من القدام باش ما يجينيش القدام غالب على الظهر، يجي دائما الظهر غالب القدام. ها جوج سنتيم ديالي عوض سنتيم قص سنتيم باش كيبقى ليا العبار هو هذاك. دابا غادي ندوزو دابا العبار لكم حيت غادي نبدا من هنا، غادي نبدا من هنا ونعبر العبار القياس ديالي ديال لكم. عندي هنايا عندي 26 ناقص جوج ديال السنتيم هي 24، يعني 24 الدوره ديال لكم. دابا غادي نبدا نقطع دابا نطراسي هنايا حيت دابا كاين شي كليانه كيبغيو مثلا كيبغيو يديروا، وهذه ضروري خصك تراسيها باش ملي كتبغي تخيط كتلاقي هاد الكرانه مع هاد الكرانه باش كتخيط. هذا ضروري كتراسي هاد البلاصه هذه ديال الطاي. دابا غادي نقطعو هاد البخانسيس، غنقطعوهم البخانسيس غادي نقطعوهم بحال هكا دابا ملي قطعنا هاد البخانسيس ديالنا كنطراسيو هادي هي كنطراسيو هنا ها كنطراسيو هادي عاوتاني بحال هكدا. هانتوما لاحظتو في الظهر هنايا راه خليت الظهر زايد لان ما قطعتش قد القدام، راه خليت الظهر زايد لان الظهر تيكون شويه زايد على القدام. دابا ها حنا سالينا البخانسي ديالنا قطعناهم، غادي ندوزو للكمام طريقه تفصيل الكمام. دابا حنا وصلنا للكمام. بالنسبه للكمام كمام حيت دابا عندي هنايا المسافه راه شايطه، غادي مثلا عندي لاف الكم مثلا 12 في الكم، يعني هنايا عندي 13 من هنايا، وغادي نعبر عندي طول ديال الكم، عندي طول ديال الكم 58 زائد 4 هي 62 عندي 62 هنايا 62، وغادي نهبط هنايا مثلا هي دابا هي هنايا لبغيت الكم يجيني طايح بحال ديال المونطو غندير النص النص ديال النصف. بحال دابا عندنا 23 النص ديالها هي 11 اونص زائد 4 هي 15 اونص. هذه الا بغيت الكم يجيني واقف، دابا انا مثلا بغيت الكم يجيني واقف غادي نهبط ليها بواحد 12 سنتيم هنايا 12 سنتيم. وحنا عندنا هو الطول ديالنا 58 زائد 4 هي 62 كنشد المسطره كنسطر هكذا كنخرج هاد المسافه هكذا او تاني هنايا كنخرج هكذا. انا عندي هنا عندي هاد السيده عندها محيط لكم 37 نص ديالها هي 18 اونص، يعني هنايا غندير 18 اونص وواحد هي 19 اونص 19 اونص كنلاقي هاد المسافه مع هادي. انا بالنسبه للمبتدئين خاصهم يديروا هاد المحيط لكم هذا يعبرون لكم من هنايا مزيان. هنايا كنطلع بحال هكدا، انا غادي نشرح لكم كيفاش درت حيت دابا هنايا كتطلع تقريبا شي سنتيم هنايا وهنايا كتهبط بشي سنتيم. انايا عندي داكشي راه مضبوط وكنعبر عندي شحال عبرنا في الكم قلنا 24 غنديرو 24 من جهتنا. ها هي 24 جاتنا لاصقه يعني جاتنا من هي هادي. هنايا قلنا 12 زائد 1 هي 13 وكنسطو كنديرو هكذا باش كيجينا الكم مجموع شويه ما يجيناش واسع.
وغادي نقطعو دابا ها الكم ديالنا غادي نقطعوه. ما كيضيعش ليا الثوم بزاف، الثوم ما كيضيعش ليا بزاف، وكنختصر في الثوم وكيجيني داكشي مزيان بحال هاد الطريقه هادي. يعني الثوم دائما كنفصلو على نفس الاتجاه غادي، هاد الثوم هذا ما يمكنش طويل اربعه وما يمكنش تفصلو على هاد الاتجاه هذا. الا قلبتي ودرتي على الاتجاه هذا الكليان ملي غتلبسو غيبقى يدلع عليها لتحت، لان دائما الثوم كيف ما كان النوع ديالو دائما ما تفصلوش على المنكب على هكذا، لانه هكذا كيتيرا وما كيعطيش، وملي كتلبسوا الكليانه هكذا ما كيتيراش كيزيرها دائما تم غادا، ما كتلقاش الراحه ديالها في اللبس ديالها لانه مفصل بطريقه عوجه. تنكراني والولد ديالنا حنايا دابا غادي نفصلوا القب ديالنا، غادي نفصلوه من لهنايا نفصلو ان شاء الله القب ديالنا. القب كنطراسو هنايا مثلا هنا باش مبعد ليا الثوب بزاف، الكم كيكون فيه تقريبا 40 سنتيم، غالبا 40 سنتيم، انا كندير فيه 40 سنتيم، كندير ليه بحال هكدا مثلا. هدا عبار صغير غادي ندير ليه بالخياطة ديال القدام وكلشي، هدا حيتاش غيجي مضوبل غندخلو فيها البيض هاد الجلابة هادي، غادي نديرو فيه 23 كلشي، يعني 23 يعني هو كتكون فيه 22، وهنايا هنايا تقريبا كنديرو فيه واحد 26 هكداك 26. انايا دابا هاد بالنسبة للمبتدئين كندير ليهم هاد العبارة، وانا بالنسبة ليا راه كندير بلا ما نعبر لا 26 لا والو. القب ديالنا حيتاش دابا انايا عندي الثوب هذا زايد، حيتاش دابا انا كنجيب الثوب وافي بزايد وكان عندي رولو من هذا، راه بقى لي غير هاد الطرف هذا. دابا ان شاء الله غادي نجيب البيض حيتاش غندخل فيه البيض. هذا خاصنا 40 سنتيم، والاحسن طلب الكليان ديالك 50 سنتيم باش دائما باش تلقى راحتك في ملي كتكون كتخدم. دابا حنايا دابا هذا ان شاء الله غادي نغلفو، غادي ندير ليه سميتو ديالو وندخل فيه البيض. دابا هذا يجي البيض من الداخل كيجي زوين، نفصلو دابا الجياب ان شاء الله، الجياب كيفاش كيجيو ضاري ديجيو حيت غيجيو لاصقين. ديال الجيب اللي غيكون داير مقطع، دابا غادي نفصلو ليها الباندا ديالها باش غتكون فيها الباندا ديال الظهر، الباندا خاصها تكون فيها 5 ونص، يعني خاص يكون عندك في الباندا تقريبا الباندا كيكون فيها هنايا تقريبا 5 ونص، دخيت 5 ونص تقلب وغادي دير ليها البيكاج من هنا ومن هنا. ها عندنا بالنسبه لهذه الجياب ها الباندا ها هي الجلابه دابا كي جات هو دخل فيها اللون الابيض شي صفر، فيها نيت هاد العقيقات ها هو عاوتاني كشيري في البيض. هانتوما قطعين شي قطعي كيفاش كيجيو، كيجيو زوينين. هانتوما البيض، هانتوما تاني الباندا، الباندا كتكون نيت في الظهر. يلا
السلام عليكم، حتى الفيديو ان شاء الله المقبل.